وزيرة الصحة تقوم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتوأمة مع جمعية كافل اليتيم نظمت حملة تحسيسية مدتها 20 يوم للفحص المبكر لسرطان الثدي. تقام هذه الحملة برعاية أيادي طبية تحت إشراف القابلة برارة سناء ورئيس مصلحة الأمومة والطفولة فاطمة بالقندوز، والاستقبال الجيد من طرف الممرضات. ندعو كافة المواطنات للتقرب لهذه المصلحة من أجل الفحص المبكر، ونقول للبنات والنساء اللي راهم خايفين ينحوا هذا التوسويس ويتقربوا. ما تخافيش، بالعكس كي تفحصي رايحة تطمني وتنحي هذا الشك. مرحبا بالجميع، نحن في استقبال الجميع، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المستمعين، بولاية المنيعة يحضر معنا السيدة المديرة الولائية للصحة العمومية السيدة بهاز فاطمة في هذا المناسبة، بمناسبة الشهر الوردي ونحن متواجدون بالعيادة المتعددة الخدمات بوسط البلدة. أيضا يحضر معنا في هذا اللقاء المفتوح السيدة بغرارة وهي قابلة في الصحة العمومية، وأيضا السيد محمد العايش منسق بالعيادة المتعددة الخدمات، ونحن ضيوف عنده. وأيضا تحضر معنا السيدة باللوبر منسقة بالصحة العمومية وناشطة جمعوية، وأخيرا وليس آخرا السيدة بالمشرح وردة وهي قابلة بالصحة العمومية. نبدأ معك السيدة المديرة سيدة بهاز فاطمة بخصوص الشهر الوردي، وربما هذا يعني خاص بالنساء، ممكن يعني لقاء خاص بالنساء المستمعات، يعني الحاجة اللي حابة توصلها لهم بهذه المناسبة، وخصوصا انتم فاتحين يعني فحوصات لهم بخصوص هذا الشهر، حاجة اللي حابة توصلين فهمي مش كاين كذا، وهذا ميساج لكل النساء اللي عم يسمع فيها. شكرا الأخ، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. بدء تدخل فعاليات الشهر الوردي في إطار عمليات تحسيسية تخص المرأة معناتها المجتمع كامل، معناتها ماهيش خصوصا المرأة، كل في إطار تحسيس مجتمعي. هذا الشهر هو شهر كل سنة تنظم وزارة الصحة والسكان، وفوالا شهر أكتوبر فيما يتعلق بتحسيس بأخذ مخاطر أو تشخيص سرطان الثدي على مستوى الوطن. احنا في ولاية المنيعة، هذه المنيعة ككل عام، على كل حال مش أول سنة، ككل عام تنظم المصالح الصحية في المنيعة أيام تحسيسية. هذه السنة للأسف بديناها شوية غطاغ، يعني كما نقولوا احنا متأخرة، بسبب عدنا انشغالات يعني في على مستوى المؤسسة الصحية، منعتنا باش نبدوها من أول شهر. إن شاء الله السنة المقبلة بإذن الله نحاولوا نبدوها شوية بكري، على البكري. احنا الهدف تاعنا من هذه الأيام التحسيسية وهذا الشهر هو نقولوا احنا تشخيص أكبر عدد، ولا نقولوا احنا يا قدوم أكبر عدد من النساء والفتيات للقيام بعملية تشخيص يعني كما نقولوا للتفادي الوقوع في إشكال، يعني الوقوع في إشكال مرض السرطان الخاص بالثدي. لخاطر ما يخفش على الإخوة المستمعين خاصة المواطنات أنه من بين السرطانات الأكثر انتشار في الجزائر سرطان الثدي، يعني والحمد لله، يعني نقول الحمد لله على المستوى الطبي، على المستوى الطبي أنه التشخيص المبكر لهذا السرطان يعني راح يؤدينا إلى النجاة من نقولوا احنا الوفاة. يعني عندما يكون التشخيص يعني بنسبة كبيرة في المجتمع المنيعي مثلا يعني يمكن احتواء هذا المرض، يعني الاحتواء بصفة يعني لا الاحتواء إذا كان التشخيص مبكر يكون ب90% من النجاة. يعني هذه اللي بقى نأكد عليها الأخوات المواطنات، إنه التشخيص المبكر يؤدي بنا إلى النجاة من الوفاة، يعني إلى تفادي لي كومبليكاسيون، معناتها مضاعفات المرض. يعني كل ما كان التشخيص مبكر، هذه اللي بقى نأنسيستي عليها باش نحو هذاك الخوف عند النساء، يعني ما عنده مش حاجه انه تجي الفتاه ولا المراه انها تجي دير تشخيص
التشخيص عادي. وحنا ماذا بينا ما يكونش غير في شهر اكتوبر، ماذا بينا يكون على طول السنه، على طول السنه يجي التشخيص، باسكو حنا مش معناتها هذه راه كي نقولها حمله تحسيسيه وتشخيص وهدفها التشخيص، بصح حنا ك ك ك كمؤسسه يعني كمؤسسه صحيه راه التشخيص يدار يجو. حنا ماذا بينا النساء يكونوا على طول العام يجيو يديروا التشخيص، راه كاين على كل حال في كل في خاصه في الجواريه وفي المؤسسه الاستشفائيه كاين قابلات يعني نقولوا وحدات متخصصه يعني كما نقولوا سبيسيالمون في هذاك المؤسسه يجوا يقولوا يطلبوا التشخيص ويجوا يديروا التشخيص تاعهم عادي. ربما الحاجه اللي حا السيده المديره انه في السنوات الماضيه ما كانش عندنا الموايان ممكن إيه. ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى والدوله وجهود الدوله انه حاليا المستشفيات فيها الموايان وفيها الامور للكشف المبكر لهذا المرض. احنا ما نطلبوا حتى حاجه من الاخوات، نطلبوا حاجه واحده انه الاخوات يتشجعوا يجي يديروا التشخيص. علاه؟ التشخيص قد ما كان مبكر، اسمحوا لي نهضر بالدارجه، قد ما كان التشخيص مبكر قد ما نيفيتو لي ديغا، معناتها نيفيتو لي كومبليكاسيون ويكون الشفاء. برك نعطيهم معلومه، انا المعلومه البسيطه يعني المتواضعه اللي عندي واللي نحوز عليها انه من بين 10 تشخيصات 9 ينجحوا، كاين تشخيص واحد برك اللي يقدر يروح. هذه تشجع النساء باش يجوا، يعني من بين 10 سرطانات تعتدي كان 9 سرطانات اللي ينجحوا يتفادوا الوفاة الشفاء، يعني يروحوا للشفاء. ممكن واحد في العشرة اللي يقدر يروح لي كومبليكاسيون لا غالب، معناتها هذه حاجه تشجع لي فام باش يجوا، النساء يعني باش يجوا. وايضا استفسار يعني هذا المرض يعني الفئات العمريه كلها يعني كلها على حسب دوك، هذه نخلي الجواب للاخوات هما اللي يعطونا الأخت بالمشرح وردة وهي قابلة بالصحة العمومية أيضا يعني لديها ما في جعبتها ما تفضي به للسادة المستمعات بخصوص هذا المرض سرطان الثدي. تفضل. السلام عليكم، الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذه التظاهرة، هذه الأيام التحسيسية لسرطان الثدي ونضم معها سرطان عنق الرحم، بون التشخيص المبكر عندنا لسرطان الثدي وسرطان الرحم يؤدي الى الشفاء التام بنسبه 100%. يعني المراه كي تجي تقدم للفحص ودير الفحص في انستاد افونسي تقدر تقضي على المرض هذا 100%. وهذا السرطان الوحيد اللي تم عليه القضاء التام عليه بنسبه 100%. يعني نعود نطرح السؤال، يعني لهذا المرض هذا سرطان الثدي وعنق الرحم يعني يهدد كامل الفئات العمريه ولا فيه فئات معينه محدده يعني توجهوا لهم رساله باش يجوا يتقدموا؟ هو في الديبيستاج عندنا فئه عمريه اللي نطلبوا بها، مثلا في سرطان الثدي عندنا من 40 سنه من 40 سنه او فوق ولا تحت؟ وفوق 40 سنه وفوق. 40 سنه وفوق نديروا الديبيستاج لا ماموغرافي في هذه الفئه العمريه. بالنسبة لسرطان عنق الرحم من 35 سنة لو ديبيستاج يكون انتر 35 ans et 55 ans. وما يخفاش مام كاينة بعض الفئات اللي تجي تتوجه، حنا من ديبيستاج مش المرأة حتى تحس حاجة ولا حاجة باش تجي تتقدم، لازم قبل ما تحس بأي عرض، ما تحس ما عندها حتى عرض. هذه الفئة العمرية تجي تتقدم الوحدات الصحية باش يتم الكشف للمرأة، خاطش بالنسبة لنا كي نكتشفوا مرأة في حالة في موقف سرطان بالنسبة لنا حنا الديبيستاج سي تانيشاك. وبالمناسبة يعني ربما أنت لك في الميدان السنوات الماضية والسنة إن شاء الله، السنة اللي رانا ما زلتش في الكشف هذا، فيه إقبال من طرف المواطنات يعني فيه كاين إقبال؟ كاين إقبال؟ كاين إقبال؟ إيه وعي والو كاين إقبال، الناس ما عادتش تخاف دركا، ما عادتش تخاف الناس وعات ما عادتش يعني قبل وقيلا كانت تخاف وكذا وما دركا والو خلاص دركا ما شاء الله. إيه ودركا عاد فيها دركا عاد كاين إقبال، مواقع التواصل الاجتماعي تحسيسية أكثر يعني توصل لل بارك الله فيكم. ربما نوحي الكلمة للآخر متدخل وهو ضيف، ربما الضيف المضيف سيد العايش محمد وهو ملصق بالعيادة المتعددة الخدمات بوسط البلدة. تفضل سيدنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اول بادئ يعني نشكر يعني الشكر الكبير والجزيل يعني للسيدة المديرة على يعني اشراف على هذه الايام التحسيسيه وعلى التنظيم يعني الجيد ويعني وعلى التحفيز اللي اعطته لهذه الاخوات. كما نشكر يعني الاخوات القابلات والمنسقه اللي هنا معي بالأوبر،
وكمنسق يعني انا بدوري الشيء اللي يعني نقدر نقول للمواطنين يعني لازم يحضر بقوه، والحمد لله رانا موفر لهم كاع الامكانيات من الاستقبال للتوجيه، وفي اي وقت ان شاء الله يتفضلوا هنايا ان شاء الله، وباذن الله رايحين يكونوا في احسن شيء يعني. هذا هو الشيء اللي لازم نحن نتواصلوا به. شكرا. صح. ربما انا قبل نحل الكلمه تحضرني الكلمه بعد نحل الكلمه للاخت باللوبر، ايضا يعني رساله للازواج بالنسبه للزوج، يعني حتى هما لازم يكونوا الناس داعمه لزوجاتهم باش يجوا، لانه حتى هما راهم يشكلوا عائق ممكن في بعض السميتره ما يبقوش له. تفضلي السيده باللوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. برك عندي نقطه، انا كي لونسيت اون بوبليكاسيون في الفيسبوك جاتني يعني رسائل من طرف الاخوات حبيباتي، نقول لكم ما تخافوش، قالوا لي كل واحده تقول لي انا نخاف عندي توسويس وعندي داك، نقول لها والو ارواحي قدام ما جيتي وفحصتي مبكر راح تطمني، بالعكس روح لك داك الشك وروح لك هذا. وما هيش البرك للنساء، حتى الفتيات من عمر 20 فما فوق اي جو وتجي تطمن. وكاين هذا الفحص ماهوش للسرطان الثدي، كذلك سرطان الثدي عنده علاقه مع الرحم، دونك راح تفادي عده مشاكل، تبروتيجي روحك من هذا بعيد الشر هذا المرض، سواء الثدي او سرطان عنق الرحم. دونك حاجه اللي راح نوصلها لهم، ما تخافوش بالعكس ارواحي، نحي هذاك الشك من عندك راح تطمني كثير حبيبتي. اهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نحب نفهم المواطنات انه كاين ثلاث نقاط للفحص، كاين مصلحه الامومه والطفوله بحسيغاره، كاين مصلحه الامومه والطفوله وسط البلاد، وكاين لا ماتيرنيتي زعما في البوينغ. يعني اقرب نقطه ليك مدبيه من المواطنه تتوجه تفحص، تسجل رقمها، تاخذ موعد هكذا باش يعني خلال ايام ان شاء الله 3 نوفمبر راح الاخصائيين 4 بروفيسورات اخصائيين في علم الثدي دي سينولوج راح يكونوا حاضرين ان شاء الله، نتصلوا بهم من اجل تحديد الموعد. مقارنه بالاعوام القديمه ما شاء الله ما شاء الله، يعني انا في وسط البلاد راني في 84 مريضة سجلت لحد الساعة خلال 48 ساعة، والإقبال مازال كبير ومتواصل. يعني عندها 4 سنوات جاتنا 5 مريضات، الآن في 48 ساعة راني في 84 مريضة بلا أصحاب الملفات. ما شاء الله وعي جد جد كبير، وهذا إن دل على يعني باللي النساء هنا الله يبارك في المنيعة راهم مواكبين هاد الأمور ومواكبين تطورات، وراهم يعني يقروا راهم يشوفوا راهم في التواصل الاجتماعي راهم حاسين بخطورة الموضوع. قلت لي يعني كشف مبكر حياة أفضل حياة آمنة، كشف مبكر عائلة في أمان، كشف مبكر يعني يعطيك أمور كبيرة كبيرة جدا. حتى يعني حالات الشفاء 97% من حالات شفاء سرطان الثدي سببها كشف مبكر، فحص مبكر. الحمد لله لهذا يتوجهوا، وإحنا رانا حاضرين باش نفهموهم الفحص الذاتي كيفاش يكون، نفهموهم الوقاية كيفاش راح تكون، الأسباب الأولى والمؤثرة في لإيجاد هذه السرطانات كيفاش راح تكون، باش هما يعني يتوخوا الحذر أكثر وأكثر ويكونوا دائما واجدين. صح. يعني السؤال يعني كان أحد المريضات تقدمت المصلحة مثلا للكشف ولقيت عنده يعني سرطان ثدي في مبكر، يعني فيها علاج. أكيد أكيد سرطان الثدي ماهوش راح يجيب في ليلة وضحاها، راح ياخذ فترة مراحل، كاينة لا فاز دانكوباسيون تكون طويلة باش يعني نوصل لمرحلة سرطان، راح يكون ألم ورم، تغيير في اللون، تغيير في المادة، تغيير يعني أي ملاحظة. علاه رانا ننصحوا بالفحص الذاتي كل شهر، المرأة تتعلم دير فحص ذاتي لنفسها، أي ملاحظة تشوف تغير في اللون، تغير في الحجم، أو مادة تسيل من الثدي، تتوجه لأقرب نقطة اللي هي الأمومة والطفولة لي بيمي، هما راحين يعاودوا الفحص، راحين يمدوا تحاليل
ورايحين يبعثوا وحسب العمر. ماهيش كل مرأة دير لا ماموغرافي وميش كل مرأة دير ليكوغرافي، كاين دي ترونش داج صافي اقل من 35 سنه راح نوجهوها ليكو ماميغ ايكوغرافي، لكن تعتدي اكثر من 35 سنه 40 سنه راح تكون لا مامو. صافي هنا دور تاع القابله والطبيبه هما يوجهوا. يعني الرساله اللي حبيت توجهها كما نقولوا هذه الفئه العمريه، يعني في فئه عمريه محدده قال يعني مدبيه من 40 سنه، من 40 سنه اي امراه من 40 سنه بصفه احتياطيه كل 3 سنوات دير لا ماموغرافي، دير لا ماموغرافي كل 3 سنوات. بارك الله فيك. ربما الكلمه الاخيره للسيده مديره الصحه. عندي واحد الاضافه برك الاخ، كيما راني قلت كيما راني قبيله اشرت في البدايه. تفضل مدير، تفضل. كيما اشرت في البدايه، الاخ اشرت انه هاد الحملات التحسيسيه ما تخصش الا المواطنات والاخوات، تخص مام الرجال. كي كنت قصدت كل المجتمعي، كنت المجتمع باكمله. علاه كنت نشير للنقطه اللي هضرت عليها الاخ، هضرت النقطه اللي هضرت عليها انه الازواج والاخوه يعني ما يكونوش عائق، والاباء ما يكونوش عائق انه كيما نقولوا في في في, في في يعني في الكشف. ايوه يعاونوا يشجعوا، وهما تاني عندهم دور كي قلت مجتمعي، هو دور مجتمعي مش برك النساء والاخوات. راني اشرت لها في الاول، هذه جات فرصه اني نشرحها نعاودها ونزيدوا تاني واحد في تفاصيل نحطوها للاخوات، انه اللي ما قدرتش يعني احترجت ولا انزعجت انها تجي في ايام الاسبوع، رانا من يوم للسبت ان شاء الله ما كانش مشكل يقدروا يتقدموا للعيادات. راه عندنا نشير برك الحاجه انه راه عندنا في المستشفى نقطه تحسيس، نقطه تشخيص في مستشفى محمد شعباني بويك، وكاين نقطه في حسي الكاره، وكاين نقطه تعني في سنتروفيل. معناتها ما كانش غير العياده المتعدده الخدمات. هذه اشاره مهمه نزيدها للاخوات، انه راه كاين ثلاث نقاط تشخيص، كاين عاود نقطه في مستشفى بويك، ونقطه في مستشفى في عياده متعدده الخدمات حسي الكاره، وفي عياده متعدده الخدمات سنتروفيل. وين حبوا يروحوا يروحوا الاقرب ليها تتوجه لها. وكما قالت الاخت نشير اضافه الاخوات اللي قالوا ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش، والله العظيم ما كان حتى خوف في الموضوع. ارواحوا تقدموا، نشجعهم وتشجعوا باش تجوا ديروا التشخيص، راح يتفاداوا مخاطر كبيره. وبارك الله فيكم، ان شاء الله نتمنوا انه يكون الاقبال كبير ان شاء الله في الله. ونزيد ثاني مادام تحت لي فرصه نقدم الشكر تاعي للاداره المؤسسه العموميه للصحه الجواريه على المجد ثاني، هي المساهمه اللوجستيه اللي قامت بها ثاني، هما بارك الله فيهم ما ننساوش ثاني المجهودات اللي داروهم. دونك ثاني نقدم الشكر تاعي للمدير المؤسسه للصحه الجواريه واللي زادجوان تاعو سي بالحسن الحسن بحاج ولاد الحاج ابراهيم ثاني على المجهودات اللي قاموا بها، وفروا الامكانيات اللوجستيه فوالا. هذه هي، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. كانت معكم السيدة المديرة الصحة الولائية السيدة بهاس فاطمة، متأملين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وفي ترقيات إن شاء الله أخرى. وكما الشكر موصول لكل من المدراء بالمديرة الصحة الجوارية السيد بكار والسيد حول الحاج إبراهيم، وأيضا السيد المدير لمستشفى العقل محمد شعباني السيد الحاج إبراهيم. كل الشكر موصول لكل موظفين من المدير الى العساس. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.